مرحبا، يعطيكم العافية. أنا معكم سلمى الأشهب، واليوم عندنا جلسة جديدة من جلسات نادي كتاب أوت أند أباوت، منصة المواطن العالمي. اليوم عندنا كتاب بيحكي عن الروايات، مش رواية، كتاب بيحكي عن الروايات، اللي هو بيعلمنا نوعاً ما أو بيعطينا زي مفاتيح كيف الكاتب أو الروائي بيكتب الكتاب، وكيف إحنا كقراء نقرأ هذا الكتاب. اسم الكتاب الروائي الساذج والحساس، للكاتب التركي الكاتب والروائي التركي أورهان باموك. أورهان باموك من مواليد عام 1952، وهو بالأساس دارس العمارة وصحافة قبل لا يتجه للأدب. وبسنة 2006 كان أول كاتب يكتب باللغة التركية اللي بيفوز بجائزة نوبل للأدب. هذا الكتاب اللي بدنا نناقشه اليوم هو عبارة عن مجموعة محاضرات، يعني تم تجميعها، كانت وانكتبت بناء على او اعتمدت هاي المحاضرات على التمييز اللي وضعه شلر من بين وضعه عشان يميز بين الشاعر الساذج والحساس في مقاله عن الشعر الساذج والحساس في عام 1796. اجى اورهان باموك بهذا الكتاب واللي هو كان عباره عن محاضرات اعطاها بجامعه هارفارد، قعد يوضح أكثر إيش معنى أو هذا المصطلح بين من هو الروائي الساذج والحساس، ومن هو القارئ الروائي القارئ الساذج والروائي الحساس. يمكن للوهلة الأولى إحنا نحس المصطلح شوي إنه ساذج، إنه معقول أنا أكون قارئ ساذج أو أنا أكون روائي ساذج؟ طيب وإيش يعني حساس؟ معقول أنا بتحسس من أي شيء؟ فيمكن المصطلح لأول وهلة نحس إنه إيش قصده بالضبط بمصطلح الروائي الساذج والحساس؟ فبالنهاية أو خلينا نحكي ببداية هذا الكتاب، الجملة اللي وضعها باموك إنه هذا الكتاب هو مجموعة محاضرات هي كل متكامل يضم معظم الأشياء المهمة التي عرفها وتعلمها عن الرواية. إيش هي الأشياء المهمة اللي تعلمها عن الرواية؟ إذا بدنا نيجي نعددهم على السريع، وأكيد رح نيجي نستعرضهم بخلال مناقشتنا لليوم. أول سؤال واللي هو دائماً إحنا بنطرحه، بالذات هذا النقاش الدائم بين الناس اللي بيقرأوا الأدب والناس اللي ما بيقرأوا الأدب وما بيقرأوا الروايات، بقول لك إنه ليش أنت بتضيع وقتك بتقرأ روايات؟ إيش الفائدة اللي أنت راح تجنيها من إنك تقرأ رواية؟ إنه ليش ما تقرأ مثلاً مباشرة بالتاريخ أو بالسياسة أو بالدين أو بعلم الاجتماع أو بأي واحد من العلوم الإنسانية أو العلوم العلمية؟ ليش تضيع وقتك بالروايات؟ ليش تضيع وقتك بالأدب؟ يعني إيش الفائدة المرجوة؟ إذن الأشياء اللي بيوصف لنا إياها باموك بهذا الكتاب، بقول لك ماذا يجري في عقلنا عندما نقرأ الروايات؟ كيف نحول الكلمات إلى صور ذهنية؟ لماذا نقرأ الروايات؟ هذا السؤال اللي دائماً الكل بيسأله، ومرات بنصفن إنه عن جد أنا ليش عم قاعد عم بقرأ رواية؟ إنه أنا عم بضيع وقت ولا لا؟ من هو القارئ الساذج ومن هو القارئ الحساس؟ وهي شغلة كتير مهمة، عشان ضروري إحنا نميز حتى إحنا لما نصير نقرأ. وطبعاً هي بالنهاية ما في إشي أفضل من التاني، يعني ما فينا نحكي إنه الروائي الساذج هو أو القارئ الساذج هو أفضل أو أسوأ من القارئ أو الروائي الحساس. كل واحد إله ميزاته وكل واحد إله نقاط القوة تبعته. بماذا يفكر الروائي أثناء عملية الكتابة؟ يعني ماذا يعتقد حول القارئ؟ يعني هل الكاتب هو عم يكتب أو الروائي هو عم يكتب الرواية تبعته بيكون عم بيفكر بالمتلقي تبعه، ولا هو بيكتب هيك لمتعته الخاصة وبدون ما يفكر مين القارئ تبعه؟ كيف بيخطط لروايته؟ كيف بيختار محور الرواية؟ وهي شغلة كتير مهمة، وأفرد لها يعني سكشن كامل باموك في هذا الكتاب. كيف يختار موضوع الرواية وفكرتها وعلى أي أساس؟ وما العلاقة بين اللوحة والرواية والمتحف والرواية؟ يمكن أن نحس أن الموضوع شوي بعيد، لكن اللي قرأ الكتاب راح يلاقي إيش الإشي اللي هو يركز عليه بهاي النقطة. وأي أجزاء الرواية حقيقية وأيها خيالية؟ وهاي النقطة تحديداً هو اللي بنى عليها تعريفه، أو تقريباً اللي مبني عليها تعريف الروائي أو القارئ الحساس والقارئ الساذج. حسب تعريف باموك المختصر بالبداية، القارئ والروائي الساذج هو الذي لا يشغل نفسه بالجوانب الفنية في كتابة وقراءة الرواية. يعني هو الشخص اللي بيستشعر، بيشوف، ما بيفكر كتير إيش ما بتعطي،
بيحاول يستشعر، بيجي الموضوع عنده بتلقائية، سواء ككاتب بيكتب بتلقائية، وسواء كقارئ كمان بيتلقى بتلقائية، وما بيوقف عند كل نقطة وبقعد يحللها. على العكس من ذلك طبعا القارئ والروائي الحساس، وسماه كمان العاطفي أو المتأمل، يولي اهتماما كبيرا للأساليب الروائية، يعني الطريقة الفنية التي يعمل بها عقل القارئ. وحسب باموك فإن الحالة المثالية هي التي يكون فيها الروائي ساذجا وحساسا في الوقت نفسه. هذا هو مدخل الكتاب ومدخل هاي المحاضرات اللي حكى فيها، فحابة أسمع منكم انطباعكم عن الكتاب وعن هاي المقدمة البسيطة. إيش إشي حسيته فعلا بتعريفه للروائي الساذج والروائي الحساس؟ إيش حسيته بتعريفه إنه فعلا ينطبق وصحيح؟ وهل أصلا يعني هذا التعريف حسيته منطقي ولا خيالي شوي؟ ما بعرف مين حابب يشارك. أسيد؟ أكيد طبعا أسيد، تفضل. مساء الخير. أهلا، مساء النور. يعطيكم العافية، شكرا على اختيار الكتاب. الكتاب حقيقة أنا شدني العنوان وكنت متأمل منه كتير، يعني بنيت عليه أحلام، بس لما قرأته شوي يعني خيب ظني. تبدأ المشكلة في الكتاب من العنوان كما تفضلتي، يعني الروائي الساذج والحساس، فاللي بده يقرأ الكتاب بيعتقد إنه هو طول الكتاب رح نحكي عن الروائي. يعني أنا أول ما قرأت العنوان فكرت هو بيحكي عن شخص واحد، يعني هو ساذج وحساس بنفس الوقت. بعدين لما دخلت في الكتاب أكثر تبين لا، أنه هو بيحكي عن نمطين، في نمط روائي ساذج، بعدين أضاف إلى الروائي قارئ ساذج، ثم نمط آخر هو حساس. هلأ المشكلة في العنوان أنه غير معبر عن ما في الكتاب، بجوز تكون ميزة، يعني هاي المشكلة ممكن تكون ميزة، لأنه دائما هم بيحكوا في عتبات النصوص، العنوان هو عتبة نص، في عتبات النصوص الأولى الأولى عدم الوشاية بما في الكتاب، يعني إنه الواحد ما يلخص اللي في الكتاب في العنوان، ما يحرق الفيلم يعني زي ما بيحكوا. لكن هو في مشكلة في العنوان حقيقة، لأنه كلمة ساذج أول انطباع بتعطيه انطباع سلبي، إنه أنت بتحكي الروائي ساذج إذن تشعر بالسلبية، لكن لما تقرأ في الكتاب تجد أنه لا، أنه ساذج هو لا يقصد به كلمة ساذج بالمفهوم اللي احنا متعارف عليه، يعني على اقل تقدير هو يقصد الكاتب او الروائي بالطبع او الروائي بالفطره او الروائي بالغريزه او الروائي بالسليقه او الروائي العفوي. يعني هذول الكلمات ممكن كلها توضح كلمه ساذج مش بمعناها السلبي لا، لكن هو روائي يكتب بالطبع، كيف احنا بنحكي والله انسان موهوب، يعني الله وهبه أعطاه، وهب أعطى، يعني هو معطى هذا الفن، فهو شاطر في الكتابة، بيكتب بثقة، كيف الطفل لما يكون مثلا يعمل شيء بكل ثقة، وهو بالنسبة للكبير بتطلع عليه الكبير بيكون فرحان فيه إنه والله بنجز وبثقة، لكن هو عمله مش متقن 100%، غير متقن بالنسبة للشخص الكبير. فهنا المشكلة إنه ساذج هي يعني هو كاتب بالطبع أو بالفطرة أو بالغريزة، مش بمعناها السلبي. الحساس برضو أنا فكرت إنه حساس يعني مثلاً رومانسي، مثلاً يعني من الحساسية إنه رومانسي، تبين لا، تبين إنه المعنى اللي بده يوصله الكاتب الروائي الحساس أو القارئ الحساس، الروائي الحساس هو الروائي بالصنعة، يعني بسموها لما يوضحوها في إشي في العربي إنه الشاعر بالطبع والشاعر بالصنعة. صنعة يعني هو دارس، يعني هذا الراوي بالصنعة هو دارس مثلا مدارس الأدب كلها، مطلع عليها، مطلع على مدارس النقد، مطلع على كثير أمور، مطلع على البلاغة، علم البيان وهكذا. فبصير لما يكتب هو يستشعر كل المعلومات اللي بذهنه ويكتب وهو مستشعر لكل هاي الأمور، فهو متحسس نوعا ما من الكتابة، يعني ما بكتب بعفوية الكاتب بالطبع أو الكاتب العفوي. فهنا صار المعنى إن إحنا أمام، إذا بدنا نبسط الصورة، أمام كاتب أريحي عفوي يكتب بأريحية وعفوية، وأمام كاتب أو روائي لا، هو متخصص ويكتب بوعي كامل حسب المعلومات اللي عنده عن الكتابة. فحسيت إنه العنوان نوعا ما يعني
يعني a misleading title، يعني بضيع الواحد، لكن يعني يحتفظ لا يشي بمضمون النص. بعدين وجدت إنه الكتاب خرج عن موضوع الراوي الحساس، خرج يعني عن الموضوع، دخلنا بأشياء أخرى زي ما تفضلت، مقارنات الرواية والمتحف، الرواية والرسم، المحاور. يعني هو بالطبع، أنا أعذر وأتفهم الكتاب ليش، لأنه هو مجموعة من المحاضرات، يعني هو ما كتب ك يعني كعمل متسلسل، لكن هي مجموعة من المحاضرات منفصلة جمعت في كتاب. طبيعي ما أخذ آخر على الكتاب، يعني أنا بالنسبة لي توقعت إنه يعطيني معلومات، يعني إنه يسلط الضوء أكثر على الرواية، كتابة الرواية، كيف تكتب الرواية مثلا، لكن كانت المعلومات محدودة جدا اللي الكتاب زودني فيها. كان أهمها هي المحاور، يعني توز أهم إشي عنوان كان في الكتاب اللي هو محاور الكتاب وخصوصا المحور الخفي. وشكرا. هلأ ممكن كمان مع أنه هو بتحس أنه خرج عن الموضوع، لكن زي ما شرح بآخر فصل عن المحاور، أنت طول ما أنت عم تقرأ بخ بي 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 يعني بخلف أذهاننا، إحنا دائماً عمالنا مندور على الروائي الساذج أو القارئ الساذج والروائي الحساس حسب قوله. يعني هو كمحور أساسي بالكتاب وفعلاً ضل مركز، مع أنه طلع بمواضيع تانية وحكى عن كيف الشخصية وعن الزمان وعن الأحداث وعن اللغة، ويعني شرح يعني ببساطة هو فعلياً أعطاك كل إشي يتعلق بالرواية وورجاك كيف أنت كروائي أو كقارئ ساذج أو حساس بتطلع على كل نقطة من هدول. شكراً سيد. نشوف رائدة. مساء الخير، يعطيكم العافية. النقطة اللي بدي أنتقد فيها العنوان بتنطلق من النقطة اللي انتقد فيها شخصيات شكسبير، لما حكى إنه شخصيات شكسبير هي شخصيات أحادية الأبعاد، البخيل يبقى بخيلاً والهائم يبقى هائماً على وجهه. فبعدها اتطرق لشخصيات دوستويفسكي وحكى عن تركيبة النفس الإنسانية، وهذا السبب اللي خلى الشخصيات ناجحة. شو العلاقة بالعنوان؟ بما إنه العنوان يفترض أحادية الروائي، يعني يا إما الروائي هيكون ساذج يا إما هيكون حساس، الافتراض ابتداءً لهذه الفكرة أراه أنه يعني غير واقعي وغير حقيقي أصلاً، لأنه ما في روائي بس بمسك ويكتب بدون ما يكون يعني في عنده صورة، في فكرة عن بناء وهيكل الرواية وكيف حتى ممكن يخرج عن هذه الهيكلية. الافتراض أنه الإنسان ماسك القلم وبيبدأ الإلهام ينزل عنده وبيبدأ يسجل الإلهام على شكل رواية، ما أظن هذا بيطلع فعلا عمل روائي. حتى أكثر شيء ممكن نعتبره يعني شيء عفوي لابد إنه خضع بشكل أو بآخر لنوع من الحساسية الفنية التي تستوجب إعادة النظر والمراجعة والتدقيق ويعني البحث عن طريقة ما، حتى لو في لا وعي الكاتب، كيف يمكن أن أعبر عما أريد بطريقة تستطيع أن تؤثر في الآخر. هذا السؤال أحياناً يكون لا واعي، وعن طريق لا وعيه يحاول أن يترجمه بأسلوبه الخاص أو ببصمته الخاصة. فأنا نقطتي إنه البعد الواحد للروائي كذا والروائي كذا، وثم الخروج بنتيجة اللي خرج فيها الكاتب إلى إنه الروائي لا هو من جمع بين النقيضين، زي اللي بحاول يثبت فرضية إنه ماسك مي وإنه هاي هي مي. طب ما أنت أوجدت مشكلة أصلا بإنه يمكن هي مش مي وبعدين أثبت لي إنها هي مي، يعني أصلاً ابتداءً هذه التفرقة أو هذا التقسيم أرى يعني غير موفق بشكل أو بآخر. وشكراً.
يعني إذا بدي أعلق على هاي النقطة، هو يمكن حسب العنوان هو بيور يعني كأنه ورجانا إنه في يا الروائي راح يكون ساذج يا إما راح يكون حساس، بس هو حكى وعادها بأكثر من مكان إنه الحالة المثالية هي اللي بيكون فيها الروائي ساذج وحساس في الوقت نفسه، لأنه زي ما حكيتي بالأغلب الروائي بيكون عنده تصور عن الإشي اللي بده يكتبه، ممكن يكون هو تلقائي بكتابته بس أكيد في عنده برنامج معين، بس ممكن يكون هذا الروائي بميل أكثر إنه يكتب بتلقائية أو بميل أكثر إنه يكتب بطريقة منظمة أو بستركتشر معين. نفس هذا التشبيه إحنا بنشوفه مثلاً لما نحكي عن شخص إكستروفرت أو إنتروفرت، ما في شخص إنتروفرت كلياً وما في شخص يمكن إكستروفرت كلياً، يمكن في بيروح في ناس بتروح للإكستريم، بس بالأغلب معظم الناس بتجمع بين هدول النقيضين. حتى إحنا كقراء ما حيكون في قارئ ساذج تماماً وما رح يكون في قارئ حساس تماماً إنه يقعد يفسر كل إشي، بس ممكن نلاقي ناس عندهم تندنسي إنهم يروحوا لناحية أكثر من الثانية. بس ممكن مثلاً إذا إجينا للشعر فلنفرض الشعر الجاهلي مثلاً، إذا حكينا هو كان تلقائي جداً إنه خلص يصير موقف ويطلع مباشرة ما بدون أي تفكير، هذا كان تلقائي، فيمكن هذا اللي هو قصده بالروائي الساذج. شكراً رائدة. نأخذ سمر. مرحبا. في اللي هو زي ما تفضلت حكيت إنه هو الحالة المثالية اللي بيحكي فيها الكاتب، اللي هي بتجمع بين السذاجة وما بين الحساسية. هو يعني هو جسدها في قوله إنه الروائي الحساس أو الساذج أو القارئ الساذج هو يعني اللي بيحس إنه هو اللي بيقرأ أو اللي بيكتب، هو بيجسد للواقع، يعني إنه بيشعر إنه اللي عم بيقرأ أو إنه هذا هو حقيقة. فهو هون بقول يعني هذا الإشي إنه بيحس لما إنه بيشعر القارئ إنه أنا هذا اللي بقرأه، هاي شخصيات حقيقية، المواقف اللي بتمر فيها إنه أنا بشعر فيها. طبعا هون يعني الرواية الراوي بيشعر هون بالإنجاز، لأنه هو قدر يعبر عن مشاعر وتطلعات وأفكار اللي بيقرأه، وصل لمرحلة. لكن بنفس الوقت هون بيشعر إنه أنا بدي، يعني الراوي بقول أنا بدي حالي أوصل فيها إنه هم، أنا أعطيهم حرية إنهم يتخيلوا، يعني يشعروا أشياء تانية غير أنا اللي بدي أوصله. فهي هون يمكن هذه اللي هي اللي أقصد فيها الراوي الحساس أو القارئ الحساس، في مجال إنه أنا ما بقدم لهم الكتابة كلها، إنه أنا بقدر خلص اللي بفكر أنا بفكر فيه بوصل لهم بشعر فيه. لا، هو الكاتب المبدع إنه هو بيخليه إنه يشعر إنه في تنوع بالأفكار، تنوع بالمشاعر، في وجهات نظر مختلفة حول ما بيكتبه الراوي. فهي هاي الحالة الإبداعية اللي بقصد فيها. يعني هو حتى ذكر فيها إنه كتب رواية مشهورة إله قعد فيها بفكر فيها 10 سنين، ولحد ما كتابها أخذت منه 4 سنين، لدرجة إنه كان يخلطوا بينه وبين البطل اللي هو اسمه كمال، كان يقولوا أنت كم. هل هو لك واحد تاني إنه بينبسط، هل هو بقول لك لا هذا نوعا ما أشعر هيك شوية بالخوف، لأنه هو بده الناس إنه تشعر إنه في خيال، إنه هم عم بيقرأوا إشي خيال، وبنفس الوقت إنه في واقعية. فهذا المزج هذا شوي يعني هذا، عشان هيك بده إبداع يعني نوعا ما، وبده شغل، بده قراءات روايات كثيرة. وطبعا هو الراوي ما بينفصل عن محيطه، هو هاي ذكرها، هاي أشياء بتأثر فيه وهو بيكتب، قراءاته المتنوعة، الاطلاع على الأدب الغربي، عن الأدب الغربي أو الغريب عن ثقافته بغض النظر الثقافة اللي هو بنتمي إلها الراوي برضو. فهي هاي يعني أشياء، بس هو مثل حكيته إنه فيه بعد عن موضوع القارئ الساذج والقارئ أو الراوي الساذج والقارئ الساذج، فبعد شوي فكان إنه اتطرق لإيش هم الشخصيات، الرواية والمحور. هي لأنها مثل ما قلتوا إنه هي لأنها مجموعة محاضرات، وبرضه كان في كتير ذكر كم كبير من الروايات عشان يستشهد بأقواله. هو أكتر شيء ركز عليها في قصة رواية أنا كرمين. فهو برضه الكتاب يعني حلو إنه بفرجي حتى اللي بيهتم بالكتابة
إنه كيف شو الأشياء الأساسية اللي بيشتغل عليها الواحد لما هو بيكتب، وكيف القارئ بيقرأ. هو الكاتب يعني هو حط وجهة نظره كراوي وكقارئ، لأنه هو وجهة حسب وجهة نظره إنه الإنسان ما بيقدر يوصل للفن أو أي موضوع إلا لما يمر بهاي التجربة، يقرأ ويطلع. فهو عشان هيك عرض الوجهتين نظر، القارئ الساذج والقارئ والحساس، ونفس الوقت الراوي الساذج والحساس. فهو يعني هو حلو الكتاب، في بس هي هذا اللي قالوا فيها، إنه في حتى لأنه بيذكر محاضرات، في أشياء بتتكرر، ما استفاد كتير بموضوع الحساسية والسذاجة أكتر، بس هو كأنه أخذ مدخل عشان يتناول كيف الواحد إنه لما بيشتغل رواية شو الأمور اللي بيهتمها والعملية اللي بيمشي فيها. شكرا سمر. في جملة عجبتني كتير وأظن يعني كتير بتوصف، أو خلينا نحكي بتوضح المعنى تبع ساذج وحساس، بقول لك متعة القراءة تذهب أو يعرقلها نوعين من القراء، يا إما قارئ حساس الذي يفترض أن النص صيرة ذاتية، يعني كل إشي محطوط بيعتقد أنه حقيقة واقع وأكيد صار وكل هاي الشغلات، وأنه هاي قصة بحياة الكاتب أو أنه إشي صار. والقارئ الحساس أو يعني هاي الشخص الثاني اللي بيعرقل القراءة، والقارئ الحساس الذي يعتقد أنه كل النصوص خيالية وفيش فيها جزء من الواقع. والحقيقة أنه معظم إن لم يكن كل أو جميع الروايات أو جميع إشي كل إشي يعني يندرج تحت الأدب هو عبارة عن خليط بين الخيال والواقع. وهون وهاي حكى فيها كتير بالكتاب إنه هون متعة القراءة، ويمكن إحنا هذا الجزء اللي بيخلينا أكتر إشي ننشد لموضوع القراءة، إنه نحاول نكتشف أي الأجزاء هي أجزاء واقعية وبتنطبق على الحقيقة أو بتنطبق على حياتنا أو هي فعلاً إشي صار أو حتى من حياة الكاتب، وأي الأجزاء هي أجزاء خيالية بحتة وكانت يعني وليدة إبداع الراوي. في معانا نعمت، تفضلي نعمت. أنا بدي أحكي بالنسبة للموضوع اللي هو الحساس والساذج، أنا برأي يعني بحكي من ناحية الموضوع اللي بنكتب، يعني في بعض مثلا المواضيع اللي هي مثلا يقصد بالساذج أو اللي هو المواضيع أو بالطريقة السردية، يعني زي إنه بسرد أشياء حقيقية ما فيها يعني ما فيها أي نوع من التخيل أو يعني إنك تتوقع أشياء مش موجودة. فمثلا القصص البوليسية مثلا، هلا القصص البوليسية انت لا ما بتطلع على جوانب مثلا فنيه فيها او بدك تكون صور خياليه او شيء، كل اللي بدك تعرف فيه بس انك توصل الى النتيجه، مثلا هاي جريمه او هاي اي شغله معينه، انه ما بهمك في الموضوع اذا كانت يعني شو الجانب الفني في الروايه. بينما بالنسبه للروايات اللي هي يعني كروايات لانه فيها زي ما انت حكيتي فيها الخيال وفيها الواقع، يعني انه الواحد ممكن يكون في أشياء تدخل في الرواية أشياء خيالية بحطها الكاتب في الرواية، يعني بتحتوي على النوعين، النوع الخيالي والنوع اللي هو الواقعي. فالكاتب لما بيكتب هاي المواضيع وهذه الشغلات بده ياخذ بعين الاعتبار اللي هو القارئ، يعني القارئ اللي هو القارئ الحساس أو القارئ الساذج، قبل الساذج اللي بيقرأ بس إنه زي ما إحنا كيف كنا زمان بس نقرأ أو بس نشوف حتى فيلم أو إشي، ما يهمنا في الموضوع إلا إيش شو بده يصير، شو هي القصة، شو يعني هذا بس اللي بشدنا. بس لما الواحد مثلا بالنسبة للقارئ هلا أو هذا بنشوف إنه الواحد يعني قد ما قرأ وقد ما يعني صار لحاله، حتى بيكون ممكن يكون كان ساذج بعدين من كتر ما صار يقرأ ويتعلم ويميز مثلا بين الكتب اللي بقرأها مثلا إيش الحلو إيش اللي مش حلو. وهون الراوي أو الكاتب الرواية هون يعني تتجلى إنه ذكاؤه أو يعني حرف أو تمكنه من الكتابة، كيف إنه يلفت نظر القارئ حتى لو كان ساذج، إنه كيف يصير يتعلم إنه ينتبه لأشياء أو نقاط أخرى في الرواية غير القصة غير الشغلة اللي هو بده يعرف شو هي. حتى المحور، حتى محور الرواية ممكن يعني الكاتب ممكن يغير يعمل أكثر من محور، يعني زي كأنه بده يعني
انه يستلهم مثلا من الحياة او من القراء او من الناس يعني ايش هو اللي يعني بهم او ايش هو اللي بده يرضي القراء، فراح يكون هيك بطريقة حساس حتى يرضي القراء حتى يشاركهم بروايته، يعني كأنه انه مش بده يشرك اللي راح يشرك الناس اللي بتقرأ مع روايته، فهو بهالطريقة هذه هون يعني بتميز كاتب عن كاتب. That's it. شكرا نعمت. يعني إذا بدنا نشوف أمثلة، على فكرة هو ما أعطانا أمثلة من أو يمكن أعطانا بس أنا ما ركزتش كتير، بس ركزت أكثر على أمثلة من العباقرة وسماهم عباقرة الساذجين والطفوليين، يعني تخيل هالوصفين ساذج وطفولي، مين برأيكم كان بقائمة العباقرة الساذجين والفضوليين؟ دانتي، شكسبير، تيرفانتس، غوته، يعني عم نحكي عن فعليا الاسم اللي بيميز كل دولة بالقرن السادس عشر والسابع عشر. هذا مرده لسبب كتير بسيط، انه حسب ما شرح انه اساسا علم الروايه، خلينا نحكي الروايه الحديثه، هي بدت بالقرن التاسع عشر، فبالتالي معظم الاشياء القديمه كانت فعلا هي نتاج، ما في ستراكشر واضح لكتابه الروايات. حدا حابب يكتب وعنده طلاقه وعنده خيال واسع وعنده عبقرية مثل هدول اللي حكينا عنهم، وكانوا يكتبوا وطلعوا فعلا يعني تحف فنية. بعد بالقرن التاسع عشر ولاحقا طبعا لا، صار في ستركتشر، يعني احنا لما نيجي مثلا ندرس الرواية بنلاقي انه في ستركتشر واضح ينبنى عليه الرواية، في عناصر للرواية، هذا الحكي ما كان موجود زمان، فيمكن هذا اللي خلى فيه عنا يمكن حد فاصل. ما بعرف اذا حدا عنده تعليق على الموضوع. رائدة ما بعرف كنت بدك في هاي النقطة تحديداً أنا كنت حابة أحكي فيها، إنه في وصفه للروائيين الساذجين هو بالأصل حكى عن من أسسوا لفن الرواية، فأنت عم تحكي عن مرحلة البداية، ومرحلة البداية ما كان في نموذج أعلى مسبق يمكن القياس عليه حتى أجي أحكي هم خرجوا عن البنية الأساسية. بعدين المفهوم الأصل يمكن غاب عنه إنه بنية الرواية هي بنية متغيرة غير ثابتة، بمعنى دون كوخت بشكلها هي غير عن مثلا مدام بوفاري، غير عن بعدين لنيجي نحكي الأخوة كروموزوف، غير بعدين عن رواية كائن لا تحتمل خفته، غير عن مثلا رواية خلينا نيجي نحكي الرمز المفقود مثلا. فالرواية بشكلها هي شيء غير قابل للثبات، شيء غير ثابت، هي شيء متحور متغير متبدل في بنيته وفي شكله. فإحنا على أي نموذج عم نسأل بمفهوم السذاجة ساعتها؟ إيش هو اللي بده يأسس لمفهوم السذاجة؟ بما إنها هي كل مالها بالذات إنه في عنا إشي اسمه تيار الرواية التجريبية زي إيطاليو كالفيانو وغيره، إنه كل مرة عم بنجرب تقنية جديدة. هلأ خلينا نحكي الصرعة اللي طالعة مثلاً أوفونسو كروش، فونسو كروش بأسلوبه بدمية كوكوشكا والرسام تحت المجلة أحدث ثورة حالياً يعني في كتابة الرواية بشكلها المعاصر أو الحديث جداً. فهاي نقطة أنا كنت حابة أشير إلها. في نقطة أشارت إلها الأخت نعمت لما حكت عن الروائي الساذج والروائي الحساس والقارئ الساذج والقارئ الحساس. أحياناً ننتقي الحالة التي نود أن نقرأ بها الرواية وفق ما نريد وما نحتاج. مثلا أنا أحب جدا رواية كل الضوء الذي لا يمكن رؤيته، هذه الرواية تقرأ لأجل اللغة بالنسبة إلي، فأنا كان هدفي هو البناء أو اللغة أكثر من الحدث. أوكي؟ بالمقابل رواية مثلا كائن لا تحتمل خفته كانت الأولوية للفكرة، ماشي. رواية مثلا البحث عن الزمن المفقود اللي حاليا عم بقرأ فيها الأولوية لانسياب الحديث فقط.
أحياناً نحن نختار حسب حالتنا إيش النفسية اللي إحنا أو إيش بدي أنا من الرواية. أحياناً أنا أكون قارئة ناقدة بعين الناقد أنظر للروايات، وأحياناً لأجل المتعة الجمالية وأهتم لأجل ذلك. هاي المداخلة اللي كنت حابة أطرحها، شكراً. وإذا بتلاحظي رائدة، حتى إحنا مرات فعلاً ليش في كتب بنلاقي مثلاً إنه هذا الكتاب عجبنا وما عجب غيرنا، أو ما عجبنا وعجب غيرنا، لأنه كل واحد بقرأه بعين مختلفة. فأنا لما بقرأ كتاب يمكن لازم أستثمر فيه أحاسيسي أكثر من تفكيري، رح ألاقي في مشكلة، لأنه أنا المفروض هذا أقرأه بإحساس أكثر، أو زي ما قلتي أطلع على اللغة أو أطلع على الحدث الأساسي أو عن الفكرة العامة تبعت الكتاب، بينما أنا قاعدة عم بقرأ بطريقة نقدية وقاعدة عمالي كل نقطة عم بمرق عليها عقلي عم بوقف عندها وعم بحللها، وبالتالي عم بيفقد متعة هاي القراءة. والعكس صحيح بروايات تانية اللي المفروض إنه لا تفكر فيها وما تقرأها بشكل سطحي. شكرا رائدة. ناخذ أمجد. مرحبا، كيف الحال؟ أهلا، بس علي الصوت شوي واطي. هيك أحسن؟ أحسن، تفضل. لا برضه لسه الصوت واطي كتير أمجد، بس إذا في مايك بس زبطه عشان بعيد الصوت. مجد محطوط ميوت. أمجد حاطط ميوت، مش سامعنا. تفضل أمجد. لسه الصوت واضح. طيب ناخذ أسيد وبعدين أمجد. ناخذ أسيد نرجع لأمجد. أوكي، تفضل أسيد. طيب شكرا. قبل ما يطرح الكتاب للنقاش أو للقراءة، التقيت أنا بفنان تشكيلي يعني كبير بالسن، ممكن فوق الستينات، اسمه نبيل شحادي. فالصدفة شاءت إنه هو يحكي لي عن تجربته في الرسم، ولأجل الصدفة كانت متوافقة تماما مع ما حدث في الكتاب. فهذا الفنان قعد يشرح لي كيف هو حافظ على الطفل الذي بداخله، لكن مش أي طفل. هو حكالي الطفل الهايبر أكتيف، الطفل اللي بتفاجأ بكل شيء. يعني في أطفال تتفاجأ بكل شيء، كل شيء إلها مهم. بشوف وردة على الأرض بتطلع عليها، شجرة بتطلع عليها، الغيمة بشوفها، بكون ماشي بالطريق بشوف اللي حواليه، مش سرحان في داخله. فهنا السذاجة هاي هي اللي بتكلم عنها الكاتب، إنه أنت يعني هو أورهان باموك لما تحدث عن هدول الكتاب الكبار وذكر إنهم فيهم جزء من السذاجة، طبيعي هو يقصد هذا الطفل. هم لم يقتلوا الطفل النشط المتفاعل الذي يستكشف الكون الموجود في داخلهم، لم يقتلوا. فعبر إنه هو يعني فنان نبيل شحادي وأورهان باموك نفس الإشي بأكدوا على فكرة إنه أي فنان أي كاتب يجب أن لا يقتل، وأن يحافظ على هذا الطفل المتفاجئ الذي ينتبه إلى التفاصيل، الواثق من نفسه، يجب أن يحافظ عليه ويبدأ بالكتابة أو ويبدأ بالرسم. هاي المرحلة الأولى. هلأ المرحلة الثانية بتكون عملية الحساسية، يعني إحنا كأننا بدنا نبني بناء. أول إشي بنعمله إيش؟ الأساسات، وبنطلع في البناء عظم، صح؟ هاي هي مرحلة الطفولة خلينا نسميها، أو مرحلة السذاجة. بعدين إيش الخطوة الثانية؟ بتتم التشطيب والتأثيث. عملية التشطيب هذا البناء العظم، إيش بدنا نضيف عليه؟ البلاط، الدهان، الجبسن بورد، الديكورات، الكذا، والتأثيث. هاي بتيجي بمرحلة الحساس. فهو يعني الكاتب أعتقد أنها هاي ممكن توضح الصورة، بتكلم عن مرحلتين في بناء أي عمل سواء فني أو أدبي. تبدأ ب
سذاجة الطفل وبساطته تبني في العمل، عشان أنت هذا الطفل هو في داخلك، تبني العمل. بعدين أنت عاد خبرتك اللي تلقيتها بالفن أو بالأدب، كأن تكون مطلع على مدارس الأدب. يعني ممكن أي واحد يكتب رواية عن الحرب مثلا، أي واحد هسا عملنا إحنا رواية عن الحرب، كيف نشطبها؟ أفضل تشطيب للحرب بتم عن طريق إخضاع هاي الرواية للمدرسة الحداثية أو الما بعد حداثية، لأنها المدرسة الحداثية مثلا هي جاءت كردة فعل للصدمة اللي صابت العالم بعد الحرب العالمية الأولى. ما كان العالم متوقع أنه يصير في حرب عالمية أولى، لأنهم اعتقدوا أنه الناس خرجت من إطار الكنيسة وال يعني عصر الظلمات، لكن صارت الحرب العالمية الأولى. فالكتابة الحداثية دائما فيها تحمل هم الصدمة، فهذا هو التشطيب. تكتب أنت قصة عن حرب، بعدين تخضعها مثلا للمودرنزم أو للبوست مودرنزم. البوست مودرنزم لسه أفضل، ليش؟ لأنه صارت حرب بعد الحرب العالمية الثانية، إذن الإنسان عاش حربين. فهاي هي أنه الكاتب يعني الشكل الأمثل للكتابة أن يكون في هذا الطفل البريء الذي يكتب بحماس وإلى آخره، ثم يتم إخضاع هذا العمل للمدارس الأدبية أو الفنية طبيعي إذا كانت لوحة أو منحوتة. شكرا. هو كأنه بده يوصل لنا فكرة أنه هم ضروري يكون سواء بالكاتب أو بالقارئ يكون في جزئين مع بعض، لأنه هو رابط السذاجة أو أنك تكون كاتب أو قارئ ساذج بالناحية العاطفية والأحاسيس، ورابط الحساسية بالفكر والوعي. فهو بدك العاطفة عشان تعبر عن الأحاسيس، بس بنفس الوقت بدك الوعي والفكر عشان تقدر تنقل موضوع وتحط محاور معينة وتبني بناء صحيح فني اللي يقدر يجذب القارئ كمان ويكون في أساس لهاي الرواية. شكراً أسيد. نرجع لأمجد إذا ضبط الصوت عندك. مرحبا، إن شاء الله هيك الأمور أحسن. تفضل. طيب ماشي، شكراً كثير. شو اسمه الفكرة اللي كان بدي أحكيها؟ ليه الفكرة اللي كان بدي أحكيها؟ أول شيء عندي يعني كم من ملاحظة. واحدة منهم سلمى، أنت حكيتي إنه رواية ظهرت في القرن 19، إنه حد يحكي رواية أو شيء، which is إنه جميل. بس لا، هو الرواية لها بعد فلسفي كتير أهم. يعني إحنا الرواية بتتدامن مع ظهور عصر النهضة للتنوير لكذا، ويعني أنا بشوفها فلسفياً، وبرتراند راسل بيناقش هذا الموضوع بكتابه حكمة الغرب عن ظهور الفنون الحديثة، بأنه الإنسان يعني الذي سيطر على الحضارة زمان هو النص المقدس، النص الديني، والإنسان صنع نصه وصار الإنسان يعني في معنى الحداثة البسيط، صار الإنسان في مركز العالم، والرواية هي هذا النص المقدس لعالم الحداثة اللي عم بيصنعه الإنسان واللي بيكون محوره هو الإنسان. هاي وجهة نظر يعني، بس لأنه بشوف هي ما كانت محاولات بفن، لا هو إلها أطار فلسفي كبير وبتعبر عن تطور كبير. هذا هيك جزء بسيط. بالنسبة للساذج والحساس، أنا بعتقد شوية في لبس بالمفاهيم، والأخ أسيد حسيته لما ربطها بالطفولة، لا مش هذا الموضوع بالمرة، مش بتاتا. أنا اللي بشوفه وحسب يعني قراءتي لأرهان واللي كتبه، الساذج بمعنى العفوي، حكينا هذا الحكي، التلقائي. مش معناه الساذج، طبعا كلمة الساذج بتحمل احنا عنا معنى سلبي، بس ما اتوقع انه قصد هذا المعنى، ما بعرف شو الكلمة اللي استعملها هو او شيلر صاحب المقال الاصلي، ولكن هو عفوي وتلقائي. مين بنلاقي عفوي؟ بنلاقي مثلا نجيب محفوظ لما بيكتب، احنا بندخل معاه مباشرة بالنص، ما بنلاقي الحرفة عم تدخل كثير النص تلقائي متسلسل. مين بنلاقي حساس؟ اللي شغال كتير على الرواية وبنحسها في عليها شغل وجايب مصادر وكذا. مثلا كمثال أمين معلوف، اللي بقرأ لأمين معلوف بيعرف قديش تعبان هذا الكتب. مش نجيب محفوظ مش تعبان، بس هو كتير عفوي. العفو هاي تفترض انه هو بيكتب من داخله، في نبع من داخله عم بيفيض، اوكي، وهو ليس حساس لمشاعر القارئ اللي امامه. انا هذا اللي بعتقده بكلمة حساس، الروائي هو حساس لتذوق القارئ اللي امامه، بينما الساذج أو العفوي هو فقط يكتب وينطلق منه بدون ما يكون حساس. يعني مثلاً طبعاً ما نقدر نسوي هذا المقياس، بس مثلاً بشوف أنا وليم الأعشاب البحر لحيدر،
هل هو كان عفوي لما ذكر ألفاظ أثارت العالم عندما طبعت الرواية في يعني اللي بيعرف القصة في عام 2000 هي صدرت 1984 في عام 2000 كان حاطط فيها ألفاظ أثارت ضجة، منها أتوقع حتى صار في مشكلة لفاروق حسني وزير الثقافة في مصر ضمن مكتبة الأسرة وقتها ضمن مشروع سوزان مبارك. فهل كان حيدر حساس ولا كان عفوي أثناء هاي الكتابة؟ مظفر النواب لما بنسمع وبنحكي وبنسمع في الشعر وغيره طبعاً نسمع في الشعر شتائم، هل هي كانت مقصودة ولا عفوية؟ أنا هذا اللي عم بشوفه عم بشتغل اللي عم بشتغل عليه رهان باموق بحساس وساذج. ساذج هو بنطلق من داخله أوكي بدون حساب لهذا العالم، خلص فيه عفوية أوكي وما بيحسب كلماته بانفعال، بينما الحساس هو مش إنه حساس من جوا، هو حساس للقارئ كيف بده يتذوق فبيقعد يشتغل عليها تكون زي ما بسموها الصوابية السياسية بوليتيكلي رايت، يكون بدوش يدخل بهدول الناس، تكون في صنعة معينة عم شغلها تكون متوافقة مع التاريخ. أنا هذا رأيي وهذا مدخل مهم جدا اللي بيعطينا يعني أرهام باموق عم بيعطينا تول كروائيين وكقراء نفهم النصوص بشكل يعني أكبر، وفرجانا كيف في نصوص نجحت تدخلنا مباشرة بالجو زي أنا كرنينا بالعفوية تبعتها بين الجبال والقطار وهي بتقرأ وبتفكر بفرونت فرونسكي باللحظة هاي اللي شافته فيها. فهذا هو اعتقادي، الساذج لا يدل أبدا الطفولة أو كذا، هو يدل أنه يعني بنبثق النص منه بدون توقف أوكي وبدون حسبان لشو هذا الناس راح تقرأ وشو راح تسوي. هذا أنا، هذا فني أنا اللي عم بطلع مني، هذا شعري، هذه روايتي. بينما الحساس لا، هو حساس لذوق القارئ وبيشتغل على هذا الأساس. طبعا أرهام باموق بحكي أنه المعادلة المنيحة للروائي أنه يكون هو الساذج والحساس في 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 نفس الوقت. والجوانب الثانية للكتاب يمكن غطيته منها، أعطانا كمان تولز كتير مهمة كيف نقرأ الكتب والمقارنات، يعني فاض الكتاب كتير مهم. أنا معجب يعني بأرهان باموق، معجب بأعماله خصوصا الفتاة ذات الشعر الأحمر، يعني بعتبرها عمل هائل جدا يعني. وبس وشكرا، آسف طولت عليكم وآسف إذا الصوت مش كتير واضح. لا لا واضح. في نقطة حكيت عنها راح تنقلنا لنقطة تانية، يعني يمكن إجت بآخر الكتاب بس فرصة نناقشها، على وليمة لأعشاب البحر وذكر ألفاظ معينة. بحكي لك إنه في ضرورة أدبية إنه الرواية تكون زيها زي المتحف. المتحف هو مكان بيجمع الأشياء، بيجمع التاريخ أو بيجمع الفن، أو يعني هو بيجمع إشي لحقبة معينة أو لحقبات معينة وكل هذا الحكي. فالرواية واحدة من المهمات تبعتها إنها تنقل العصر اللي أنت أو الزمن اللي بتحكي فيه، ضروري تنقل الألفاظ العامية اللي بتنحكى. يعني بحكي لك واحدة من الشغلات اللي هو بيعتبرها نقائص بالروايات التاريخية، إنه هي رواية تاريخية بس هي محكية باللغة الفصحى مثلاً، ما في لها أي مرجعية باللغة المحكية بهذاك الزمن. حتى الأشياء اللي بنقولوها يمكن مش بالضبط، يعني إحنا ما نعرف مثلاً إيش اللبس اللي كانوا يلبسوه أو إيش الأكل اللي كانوا يأكلوه، يعني ممكن يكون كله متخيل. فهو جزء مهم من الرواية إنها تنقل هذا الواقع، يعني هو خيال زي ما حكينا، هو جزء منه خيال وجزء واقع. الواقع اللي إحنا بدنا إياه إنه أنا تنقل لي الحياة، عشان أنا هاي هي المتحف اللي راح يصير بعد 100 سنة أو 200 سنة لما حدا يجي يقرأ إنه هاي كانت اللغة المحكية مثلاً، اللغة العامية، الناس العاديين كيف كانوا يفكروا، كيف كانوا يحسوا. شكراً أمجد. معلش قبل سمر ونعمة ناخد عفيف إذا لسه حابب يحكي. إيه يعطيكم العافية، ما بضلتي واضح. تفضل. مثل ما قال العديد من الزملاء، الكتاب برأيي هو عنوان ملتبس، ما بيعبر عن المضمون اللي قريناه بشكل واضح، ربما يكون خلل بالترجمة كمان أو مقصود، يعني الاحتمال قائم بالتين. طبعاً مثل ما قال هو المؤلف، هو مجرد محاضرة وبيعبر من خلالها عن وجهة نظره الشخصية وكيفية للأمور هذه، ولكن أنا ما شفت أنه اتطرق أو علمنا أو أعلمنا أنه شو هي طقوس الكتابة الروائية وتقنياتها
سواء عند الروائي اللي بيعتبره نموذج أو عند الرشاش. هل الطقوس والتقنيات تختلف بين من جهة تانية بالنسبة للقارئ، متعة وجودة الرواية برأيي، حتى وإن الرواية بيقول إنه هذه رواية لا تعبر عن الواقع أو غير حقيقية وإنما خيالية، ولكن تبقى متعتها وجودتها إذا استطاع القارئ إنه يعمل إسقاطات من أحداث هذه الرواية على قضايا واقعية. وهون أهمية الدمج بين الواقع والخيال. هون بدي أسأل سؤال، إنه إذا القارئ ما قدر يتحول إلى ناقد، هل يمكن اعتباره قارئ ساذج والعكس هو الصحيح؟ ما بعرف شو رأي الزملاء بهالطرح. شكرا لكم. حلو السؤال، أنا حابة إنه ينسأل للكل. أنا عن نفسي أنا بتوقع إني أنا خليط، لأنه مرات بحس حالي بعطي وقت أكتر للتحليل، ومرات بعطي وقت أكتر للاستمتاع وما بدقرش كتير يعني. وكل واحدة إلها فوائدها وكل واحدة إلها المود الخاص بها، بس أكيد طبعاً كل حدا حابب يحكي بنحب نساوب على هذا السؤال. تفضلي سمر. هلأ أنا بعتقد لما الواحد دافع لقراءة أي رواية أو بفضل مثلاً أشخاص معينين دون غيرهم اللي هو إنه أنا قديش بقدر يعبر عن مشاعري الحقيقية، أفكاري، بقدر يلامس يعني، وبلامس واقعي أنا اللي بشعر فيه. وبنفس الوقت إنه هو يعني إنه بقدر يخرجني من هاي حديث النظرة للأمور، إنه أنا بعطيني الآخرين ليش بتصرفوا هيك، إنه شو مشاعرهم، أفكارهم، دوافعهم، إيش الأشياء اللي خلتهم هيك يتصرفوا بناء على تصرف معين. ناس كلها هي لو كان كلهم أشرار، في جوانب طيبة، في طيب برضو في جانب شر بحسب ما ذكر الكاتب. فهذا إنه القراءة هاي لما أنا القارئ إنه بحب يعرف إنه الآخرين كيف بيفكروا، مش بس إنه بس يلامس واقعي ومشاعري. هون هو طبعاً بفضل هيك الإنسان، بس بحب يعرف إنه هون، فهون بتساعد الرواية إنه الإنسان بيخرج من إنه يكون إنسان أحادي النظرة أو أحادية التفكير، فإنه بيعرف الآخرين كيف بيفكروا، بيشعر فيهم أيضا، مش بس كيف بيعرف كيف يفكروا وبيشعر فيهم، ممكن يلتمس العذر مثلا. فهذه هي هاي برضو بالقراءة الساذج أو الراوي الساذج، إنه هو بده يعكس الواقع بكافة أبعاده، سلبياته وإيجابياته. هلا طبعا هو لما هو بيحكي إنه هو القارئ أو الراوي، إنه هو طبعا مش بده يقدم إنه الحقيقة أو الواقع على طبق من ذهب، بده يخلي القارئ إنه هو هيك المبدع، إنه يعني يخليه يشتغل يشوف هيك خياله، إنه يعطي أفكار جديدة. طبعا هو بحسب كل واحد هو شو خلفيته الثقافية والاجتماعية والزمن اللي هو عايش فيه. برضو في هون بهاي الناحية من الزمن، هلا بيجي بقول لك انه هلا الروايات اللي انكتبت خلال 150 سنة، هلا بعد كمان 150 سنة هاي ممكن ما تكون صالحة، يعني انه ما بتقدر هو هيك حكاها انه تقدر تلامس مشاعر الناس، لانه طبعا العصر والتقنيات التكنولوجية هذا الانفتاح بيتغير. فيمكن هلا هاي الروايات هلا بهذا العصر او بهذا يمكن تصلح لبعدين ل 150 سنة لقدام. فيعني فهي هاي اللي لازم يمزج ما بين الاثنين، ان هو الواقعيه والحساسيه، اللي هو طبعا هو الاصل انه طبعا القارئ اللي بده ياخذ كل شيء زي ما هو مسلمات طبعا ما في يعني ما استفاد مثلا. الاصل انه او القارئ او الراوي ما قدر يوصل الهدف من الروايه، اللي هو انه الاصل انه بحفز الذهن وبيخلي الإنسان منفتح على أفكار ومشاعر غيره. فهاي الأشياء اللي هو اللي ذكرها هيك، يعني هاي الأشياء الحلوة اللي حكاها الراوي. حتى في برضو كتب في أشياء لما بيحكي فيها، لما الشخص بيكتب ما يتعلق بالمحور الرواية، إنه الواحد هو بيكتب مثلا، حتى ذكر دوستويفسكي إنه كيف لما كتب رواية الشياطين كلها لأنه توصل لمحور ثاني، فهذا المحور حتى أو الهدف الأساسي بتتغير، ممكن يتغير من خلال الكتابة.
يعني بالتطور او تطور الاحداث اللي هو بيكتبها الراوي، بحس انه في هذه الاشياء اللي هو ماشي عليها خطا، فبيضطر يعيد ويزيد عشان إن بما يتوافق مع الهدف او المحور الجديد اللي هو لقاه مناسب. فطبعا الشخصيات والمحور والهدف بيتغير مع الكتابه، مع عمليه الكتابه اللي بيقوم فيها الراوي. يعني هو هذا دوستويفسكي شغل سنه كامل انه هو وقفه، بس لما رد كتب روايه ثانيه لاحظ الافكار انه هي اساسيه والحوارات رد عادها بس بصيغه اخرى. فيعني هو كانه هو كانه بيعمل روايه هذا الكتاب بيحطي فيها انه هي رحلته الروائيه على مدار 35 سنه، كيف نضج وكيف تطور في كتابته، وكيف انه هو عرف يوصل للقارئ، لانه هو اصلا بمارس مهنه القراءه وليس فقط راوي، بمارس مهنه القراءه. كل ما بيستجد عليه فكره جديده بحاول يعني يستفيد منها او يستفيض من المعلومات، وبتوسع في هذا الاتجاه في اتجاه معين حتى يعطي اكثر ما يكون للقارئ، بجسد الواقع وبنفس الوقت بحاول يكون في نواحي جماليه، استخدام كلمات تعكس توصف المشاعر، توصف المنظر، المناظر اللي بنستخدمها بتكون تخدم هدف الروايه. فهي هاي الاشياء اللي برايي انه اللي بتميز الراوي المبدع عن غيره. شكرا سمر. قبل ان نقول لنعمت، في فقره كثير حبيتها، بقول لك ما هي العمليات التي يقوم بها عقلنا عندما نقرأ الرواية؟ وهي كتير مهمة، أنا بدي أعرف وأنا قاعدة عم بقرأ إيش عم بيصير جوا عقلي. هم 9 نقاط راح أحكيهم بسرعة عشان كمان في كم من نقطة أنا حابة إنه نعلق عليهم. لك أول إشي نتأمل المشهد العام ونتابع القصة، يعني التركيز على الأجواء وهيك. منحول الكلمات لصور في عقولنا، وهي شغلة كتير مهمة وحكى عنها باستفاضة وبرضه بدنا نحكي عنها هلأ، إنه كيف أنا بقدر ببساطة، مش ببساطة طبعاً، هون بيجي شطارة الكاتب، إنه أنا أعطي بكلمات معينة بجمل سردية معينة أحول هاي الكلمات لصورة يقدر القارئ إنه يتخيل ويقدر يبني بناء على يبني صور أو يبني حتى يحس بمشاعر بناء على هاي الكلمات. ثالث نقطة، الجزء الآخر من عقولنا يتساءل كم من التجربة حقيقة وكم فيها خيال، وهي نقطة كتير مهمة. نتساءل هل الواقع مثل هذا، وهل تنسجم الأشياء المروية والمنظور والوصف في الرواية مع ما نعرفه في حياتنا؟ عشان هون اللي بيقول لك مثلا الرواية ما أقنعتني، ليه ما أقنعتني؟ بسبب هاي النقطة. تحديد والمتعة من دقة التشابه، قوة الخيال والسرد وتراكم الجمال، يعني هون إنه نتذوق اللغة وجمالية السرد. النقطة السادسة وكتير مهمة وهي حابة نحكي فيها هلأ، نصدر أحكاماً أخلاقية على اختيارات وسلوكيات أبطال الرواية، وهون يمكن كتير مهم أو هون بيجي دور القارئ إذا كان ساذج أو حساس، لأنه إذا كان ساذج ممكن يطلق أحكام مباشرة ويطلقها على الروائي مش على الرواية، بينما الحساس لا، ممكن يحلل ويفهم ليش الكاتب حط مثلاً وجهة نظر معينة أو فكرة معينة وإيش الفكرة اللي بده يوصل لها. عقولنا ذاكرتنا تعمل بشكل مكثف وبدون توقف، وعشان هيك برضو في روايات بنتذكرها وفي روايات ما بنتذكرها. ونبحث عن لغز محور الرواية بكل اهتمام، ونبحث عن المحور ونفترض أنه بالعمق وليس إشي مش إشي سطحي إنه بنقدر نلاقيه بسهولة. هدول الكم النقطة برضو إذا حدا حابب يعلق عليهم. خلينا ناخذ نعمات. أول شيء بس بدي أجاوبك، يعني أنت هي جبت سيرة إنه اللي بقرأ الرواية كناقد أو مش كناقد، هو فعلاً يعني أنت لما بدك تجي تقرأ الرواية كناقد فعلاً فعلياً أنت ناقد، وبدك تصدر رواية حكم، بدك تعطي رأيك يعني المهني. مزبوط كلامك إنك ما بتستمتعي كتير، بس بدك تشوفي شو العناصر اللي موجودة عندك، بدك تشوفيها مطبقها أو مش مطبقها. بينما كقارئ يعني زي وزيك وزي كل القراء، أنت لما بتقرأي يعني ما انتيش مضطرة انك تكوني ناقد حتى انك انت تقعدي تنقدي في الكتاب، انت وانت تقرأي يعني مثلا اي شيء ممكن يكون يعني وفقا للنقاط اللي قلتيها على فكرة. هلا يجي مثلا يتصور شغلة
بالكلمات تصور شغلة معينة مثلاً هي مش في بالك، أو إنه أنت بتتنافى مع الصورة اللي أنت حاططيها في بالك، دي ممكن تكوني متصورة شغلة ثانية لنفس النقطة هو مش حاططها، بجوز ما تعجبك، عرفت يعني، ممكن إنها ما تعجبك، وممكن نفس بنفس الوقت إنك أنت لما تكملي مثلاً تكملي لنهاية القراءة، يعني إنك ما jump to conclusion زي ما بقولوها، إنك لا تستني شو بتكتشفي مثلاً هاي الصورة اللي حطها الكاتب هون هو حطها لشغلة معينة غير عن اللي في عقلك أنت، فأنت بهالصورة هاي بالعكس رح تنبسطي، رح تحسي إنه هذا الكاتب أضف لك، يعني وسع مداركك، خلاكي مثلاً تفكري أو تسرح أو تتخيلي أشياء أخرى أنت مش يعني مش في بالك، فأنت مش مضطرة إنك تكونك كناقد عشان تستمتعي، بالعكس أنت كل ما كانت الأمور بترضيكي وبتحبيها يعني، أو إنها أو إنك مثلاً بتتصوريها أو بصير تحلليها في مخك، كل ما كان الكاتب ناجح. يعني أنت لما بيجيب لك موضوع أنت بتقعدي تفكري فيه وتحلليه، يعني إذا كان الموضوع سخيف مثلاً ما رح تضيعي وقتك بهالشيء هذا، بينما لما يكون القارئ فعلاً قارئ حساس أو يعني قارئ بفهم يعني أو مثقف، إنه هذا الإشي بالعكس هذا الإشي بيكون مبسوط له أكتر. بس في شغلة تانية بس بدي أرد على السيد أمجد، إنه نجيب محفوظ بحكي إنه بشكل عفوي، نجيب محفوظ أبداً مش بشكل عفوي، نجيب محفوظ يعني أخذ جائزة نوبل، إذا كان أسلوبهم مثلاً سلس فهذا أسلوب مثلاً سهل ممتنع، فهو بالعكس يعني إذا مثلاً خليه يعني برأي يعني إذا كتب مثلاً أولاد حارتنا إذا حدا قرأهم مثلاً هاي بالمرة مش عفوية يعني، فأنا بتصور إنه لا مش مع السيد أمجد، بس هو حسب الواحد شو بحب يقرأ فعلاً. يعني مثلاً أمين معلوف يعني بحسه إنه كتاباته موجهة وبدها تقول لك إشي أو بدها يعني تطلق الضوء على الفكرة أو شغلة معينة، أوكي؟ بينما نجيب محفوظ يعني أشمل وأوسع بكتاباته، وأنا كتير قريت له بالعكس، يعني الصور والخيال والواقع والتمازج بيناتهم كتير كتير حلو. هلا نجيب محفوظ يمكن، شكرا نعمتها، نجيب محفوظ بالعكس يمكن هو جسد النقطة اللي حكينا فيها، إنه هو عمل الرواية كمتحف، الروايات هي كمتحف لأنه فعليا كأخلاقيات وكل شيء، بدك تشوفي الحواري المصرية، بدك تشوفي البيئة المصرية بالخمسينات وبالستينات وحتى بالطلوع، بتلاقي إنه نجيب محفوظ هو بيعطيكي هاي الصورة كاملة، فهو فعليا متحف. بس يمكن لا ممكن هو قصده إنه هو بيميل أكثر إنه يكون من الجانب العاطفي أكثر أو بالتلقائية أكثر من إنه يكون عنده ستراكشر معين بالكتابة. بس يعني بغض النظر عن إيش، بس هو كأسلوب كطريق كرواية، يعني كرواية بلاكس مش إحنا بدنا نفهمش هون بالكتاب هي إحنا فاهمينها غلط، هي مش شكلها إحنا بدنا ولا عفوي ولا معناها عفوي أبداً ولا معناها عفوي بدنا ناخذ رأي بنهاية الجلسة إنه نفهم إنه بالآخر هذا الوصف أو هذا الوصف مش بالضرورة إشي سلبي، وأنا بتخيل إنه هو يمكن إشي بالترجمة أو ما بعرف، بس أكيد هو أنا من اللي قرأته من الكتاب هو أبداً لا ينتقص من هذا أو من هذا. شكراً نعمة، ناخذ رائدة. أنا رح أبلش بالنقطة هاي تحديداً، لأنه في الكتاب عم يحكي لك وهي رد على نقطة وردت قبل قليل إنه الكاتب لازم يكون يشعر بالانبهار، لا أبداً، هو قال إنه الأصل في الكاتب أن يعمل عقله مسائلاً منتقداً ما يراه ضمن المنظومة الأخلاقية والتربوية والفلسفية التي يتبناها. الكاتب اللي بينبهر بكل إشي ما بينتج لنص، أنا هيك بعتبر. نجيب محفوظ ما كان منبهر، بالعكس ما انتقد عليه نجيب محفوظ إنه كان يسلط الضوء على الأماكن المظلمة من المجتمع المصري، يعني إيش كان في مش انبهار، كان في فعل انتقائي نقدي وإعادة مساءلة للمنظومات اللي موجودة. نجيب محفوظ أبداً مش عفوي، عندنا نجيب محفوظ كان من رواد الرواية التجريدية، كتب في مسرح اللامعقول، كتب الرواية الفلسفية، كتب الرواية الواقعية فأبداً والرمزية، فأبداً أبداً مش عفوي. إحنا العفوية أنا بالنسبة إلي كقارئة ما بتطلع أدب، لأنه أنت بدك تشتغل على
قصة أو على موضوع بدك تسأله. طيب هلأ في نقطة تانية أنا حابة برضو نرجع لها، هل مطلوب من الرواية أن تحاكي الواقع؟ طب أنا شو سعيتها إفرأت عن أني أحضر فيلم وثائقي؟ الرواية لا تحاكي الواقع وإنما تخلق واقعاً جديداً ضمن نظرة وعيون شخصيات الرواية. هاي أوردها أورهان باموق، لأنه حرام إذا حدا مش قارئ الكتاب يفكر إنه الكاتب ساذج لهذه الدرجة بحيث إنه يحكي إنه محاكاة الواقع، إنه لازم الرواية فعلاً تكون بالضبط زي الواقع. هو حكى إنه إحنا خلق الواقع مع الخيال، إنه إحنا عم بشوف الواقع بس بعيون الشخصية هاي. حتى الروايات اللي بين قوسين، لأنه أنا لا أؤمن بإشي اسمه رواية تاريخية، بوريكور وكمان الدكتور عبدالله إبراهيم حكوا عن إشي اسمه التخيل السردي. شو يعني التخيل السردي؟ مش رواية تاريخية. الرواية التاريخية معناها توثيق للحظة التاريخية بما يحمل معنى التوثيق من مصداقية الحدث، لكن إحنا بنحكي عن تخيل تاريخي. بجيب حدث بسقطه على مدة زمنية ما بعيوني أنا ضمن نظرتي الذاتية كمؤلفة. هلأ مساحتي كبيرة للخيال، هل هذا معناه الخيال إنه بده يكون ضد اللغة أو ضد أعراف الحقبة الزمنية؟ لا، بس بتكون مساحة التحرك برضو واسعة. يعني في للكاتب مساحة للتحرك ليحاكي، لأنه إحنا برضو في مشكلة بالتعامل مع الرواية اللي بين قوسين المتخيل التاريخي على اعتبار إنه وثيقة لازم أطلع منها بحصيلة معلوماتية عن روح العصر. مين حكى؟ هي عمل فانتازي بالدرجة الأولى، بتستند لخلفية تاريخية فيها أسس معينة، بس مش مطلوب منها لأنه هاي رواية مش وثيقة إنها تكون مخلصة 100% للتاريخ. في كمان نقطة، لماذا نحب قراءة الروايات؟ وهي حكاها. أنا بعتبر إنه القارئ يمارس عملية الخلق أيضا كما مارس الكاتب عملية الخلق. بمعنى الكاتب عم بيخلق مجتمع جديد، بيخلق حدث. حتى هو حكى عن عملية التصوير، وهاي أنا فعلا التصوير إنه الكاتب بيكون بيمتلك عدسة سينمائية في مخيلته تنطلق عبر الكلمات. الكلمات هي عبارة عن شو؟ هي الناقل للصورة. أنا هلأ لما بقرأ بعيد تحويل الكلمة لصورة، فأنا عم بخلق الواقع اللي هو بحوله من الرمز الكلمة للرمز الصورة في المتخيل. بعدين في إشي تاني حكى إنه لماذا نقرأ الروايات، هي إعمال العقل على التفكير المستمر للبحث عن محور الحدث. أنا طول ما أنا بقرأ طب إيش بده، طب إيش فيه. عشان هيك حكوا النقاد عن إنه الروايات الناجحة، والبعض طبعا فيما بعد يعني كسروا هاي المقولة أو نفوها، لكنها ظلت موجودة، اللي هي إنه الرواية الناجحة اللي هي بتكسر أفق التوقع. بمعنى يعني إنها بتفاجئني بطريقة أو بأخرى بدون إنها تكون المفاجأة ابتذال أو إقلال أو إقحام. أوكي، يعني إذا أنا بقرأ كل شيء وأنا متوقعة كل شيء مش راح أشعر بمتعة. كمان حكى نقطة وأنا آسفة على الإطالة، لما حكى أين تبدأ حدود الواقع وحدود الخيال، أين تبدأ ذاتية أو تتوقف ذاتية الكاتب عن أبطاله وتنفصل. وهي النقطة أنا كتير حابة أحكي عنها من منطلق نسوي الكتاب يعني كفرد عربي، كامرأة عربية موجودة بمجتمع. لو أنا بدي أكتب لأي درجة أنا بستطيع أكتب بدون ما مجتمعي الشرقي يعتبر إنه اللي عم بكتبه هو سيرتي الذاتية؟ لأي درجة أنا رح أحاسب كامرأة؟ شوفي يعني أوكي، إحنا المجتمع الشرقي بحاسب المرأة والرجل، لكن ما تكتبه المرأة بالذات يعني
أنت عارفة الرواية فيها عواطف، فيها انفعالات، فيها تجارب خيالية. لأي درجة سيقبل مجتمعنا هذا النوع من الكتابة؟ هل هذه النقطة اللي أثارها أورهان هي فعلا إحدى مصائب أو الحواجز التي تحيل أو تحول دون إبداع المرأة العربية في مجتمع سيحاسبها على كل قبلة ذكرتها وكل حضن وكل تجربة؟ يعني والمجتمع لم يعد يفرق ما بين حياتها الخاصة وما بين ميدان خيالها، وهو حكى أنه واجه هذا الأمر في تركيا اللي هي بتضل منفتحة أكثر من بلادنا. فهي نقطة مثلاً أنا حابة أنه نحكي فيها، لأي درجة الخيال بده، يعني أنه مجتمعنا بده يفهم أنه الرواية عمل خيالي. هل ممكن برضو هذا سؤال مطروح، هل ممكن يكون هذا برضو سبب ضعف نتاج بعض الروايات العربية؟ لأنه كل إنسان بيمتلك قصة بيعتبر أنه أنا والله مرت في تجربة لازم أفرغها على الورق، فبتصفي الرواية فعل توثيقي أكثر من إنها فعل تخيلي. هل فعلاً إنه في برضو سوء فهم عند الروائيين مثلاً في مجتمعنا إنه بس بدهم يكتبوا أشياء فعلاً جرت معهم؟ وأسف على الإطالة وشكراً. هو بالنهاية أي حدا رح يكتب، حتى اللي بيكتب إشي خيال، يعني هو لما حكى عن مدام بوفاري مثلاً بيقول لك الكاتب هو شايف نفسه بمدام بوفاري، مع انه هو ابدا هو زلمه وما عاش حياتها وما عاش كل شيء، بس هو الاحاسيس اللي عنده هو عكسها من خلال مدام بوفاري. فهو اي كتاب راح ينكتب مهما كان، حتى لو كان كتاب خيال، يعني اذا اخذنا مثلا هاري بوتر، الا ما يكون في جزء من الكاتبه محطوط، مثلا محطوط سواء كمشاعر سواء كحدث معين شخصية معينة، إلا ما تكون محطوطة جوا هذا الكتاب، لأنه إحنا بالنهاية ما بنقدر ننفصل تماما عن واقعنا وعن أفكارنا، فإلا ما يكون في جزء من أحاسيسنا جزء من أفكارنا بينعكس بكتاباتنا. أنا معلش بدي أمرق عن أسيد وأمجد شوي، نروح لشهربل وبعدين ورامي وبعدين نرجع لكم. مساء الخير. أهلا مساء النور. إذن أريد أن أعود إلى سؤال، هل تعكس الرواية قناعات صاحبها الأخلاقية؟ وأنت الآن يعني أشرتي نقطة أو جزئية تتعلق برواية مدام بوفاري لفلوبير. يعني فلوبير ما نذكره عن هذه الرواية أو المواقف التي أحاطت انتشار هذه الرواية هي مسألة المحاكمة، محاكمة فلوبير على هذا النص مدام بوفاري. يعني العبارة التي يعني عبارة شهيرة ارتبطت بفلوبير حول هذه الرواية، مفادها مدام بوفاري هي أنا. مسألة هذه أو هذا الربط المنطقي بين الرواية وصاحبها لا ينبغي أن يفهم على أنه إسقاط لتصورات أخلاقية أو النظرة إلى الرواية بوصفها مرآة عاكسة لأحكام أو لقناعات أخلاقية ترتبط بصاحبها. عندما قال مدام بوفاري هي أنا، هو أراد أن يتخفى أو يختفي وراء هذه أو وراء مبدعه أو وراء هذا النص الذي أبدعه، بمعنى أنه تخلى عن دوره كشخصية عامة وأراد أن يظهر نفسه يعني من خلال هذا النص. أعتقد أن المشكلة في عالمنا العربي تحديداً هي مشكلة تتعلق بالتلقي، لأنه كثيراً يعني اسمحوا لي بقول أنه القراءة الساذجة تسقط بشكل مباشر العلاقة بين مضمون الروايات أو بين مضمون الأدب ومن يبدعه ومن يكتبه، وتتحول يعني الرؤى في كثير من الأحيان تتحول إلى محاكمة، وكأنه من يكتب عن الجنس هو بالضرورة ممارس له بعيداً عن الضوابط الأخلاقية. هذا ليس ربطاً منطقياً. لماذا؟ لأن الرواية في حد ذاتها هي عالم متخيل وليست عالم واقعي، بمعنى أن ما ينتجه المبدع هو خاضع لقوانين الرواية وليس قوانين العالم الخارجي، يعني ما يسميه كونديرا بحكمة الرواية. مشكلتنا كما قلت أنه نباشر دائماً هذا يعني الربط الذي لا يكون موفقاً في كثير من الأحيان، ولا يراد منه، وليس المقصود،
وليس ضروري هو الربط، إنما هو فهم الرواية بوصفها فضاء ثالثا يمزج بين الواقع والمتخيل، بمعنى أنه للرواية حكمتها دائما التي تتجاوز قوانين العالم الخارجي. وشكرا. شكرا لك شهرزاد. ناخذ رامي بعدين نرجع لأسيد. مرحبا. أهلا. كتير حبيت التعارضات بفهم الترمين الرئيسيين اللي موجودين بالكتاب بين حساس وساذج، واستوقفني الشرح اللي صار على الانبهار. أنا حاسس إنه مش قادر أشوف إنه ممكن نعترض على بعض. يعني لما سمعت أول شرح على الانبهار، فعلاً الفنان، أي فنان، هو إحساس عالي بالإنفايرمنت اللي حواليه. فمثلاً الكوميديان على المسرح عشان عم بعطينا إشي بمر علينا بشكل يومي، إحنا ما بيستوقفنا، بس لما هو أعطانا إياه هو انبهر فيه كشخص غير الأفريج بيرسون، فهو انبهر فيه فقدر يعطينا إياه وفعلاً يخلينا نضحك عليه ويبين لنا قديش هذا الموقف اللي بمر علينا بشكل يومي وإحنا مش مكبرينه إنه هو كبير. فبالتالي عملية انبهار الفنان ممكن تفرجينا شغلات هو أبهرته، بمعنى كبرت براسه. يعني الموضوع هو شافه كبير وإحنا مش شايفينه لهالدرجة بهالكبر، بس من خلال الإبداع تبعه قدر يحطه قدامنا. بس الموتيف الأساسي إنه هو استغرب منه أو أبهره أو استخدم أي كلمة مناسبة لهذا الموضوع. بنفس الوقت إجا اعتراض على هاي الكلمة وبرضه حبيته، قال لك الكاتب لازم يحكم عقله بطريقة السرد وما يكونش ينبهر بكل صغيرة وكبيرة، وبالتالي هو لن يحكم عقله بالكتابة تبعته. الحقيقة هذا حطنا كليتنا قدام يمكن فرصة إذا الترجمة كان فيها فخ إنه نشوف كل واحد فينا من وجهة نظره كيف المعاني، إن كان معنى العنوان مع اللي قرأناه جوا الكتاب كيف اشتبكوا مع بعض بعقلنا وشو النواتج اللي طلع بكل عقل واحد فينا. شكرا كثير لك. شكراً رامي. نرجع لأسيد. بدي أعقب على النقاط اللي ذكرتيهم. آخر إشي حكيت إصدار الأحكام. في موضوع إصدار الأحكام راح أجاوب على سؤال أخونا عفيف من لبنان. الكاتب يعني الغير ناقد، هل يعتبر ناقد؟ هل يعتبر ساذج؟ هكذا كان السؤال. القارئ عفواً، القارئ الغير ناقد، هل يعتبر قارئ ساذج؟ أنا أول إشي مع ضد اعتماد هدول المصطلحين، هدول المصطلحين فيهم مشكلة، الساذج والحساس، فما نعتمدهم أحسن. هلأ كل قارئ ناقد. ليش؟ لأنه كل قارئ أتليست عنده رأي في اللي قرأه، لو حكى ما حبيته هذا نقد، نقد انطباعي بسموه ريد، يعني ضمن نظرية نقدية أدبية معتمدة اللي هي اسمها Reader Response Theory، نظرية استجابة القارئ. إذا حكى ما حبته أعطى رأي فهذا نقد. هلأ إذا أعطى معنى، طب شو فهمت من الرواية؟ والله فهمت 1 2 3 4، إذن هذا تحليل للرواية من ضمن النقد، فهو كل قارئ ناقد. هلأ طبيعي القراء يتفاوتوا. أنا كتبت هيك مرة مقالة على السريع، إلهم ثلاث أشكال للقارئ. واحدة اللي هي الانطباعي، أوكي؟ الثاني هو القارئ المطلع، يعني في قارئ مطلع على مدارس النقد ممكن ينقد النص من مدرستين 3 4، لكن في قارئ مش مطلع، مضطلع، هذا محترف، يعني هذا مطلع على كل مدارس النقد. فأي قارئ هو ناقد، هذا النقطة. فلا أعتقد أنه مصطلح ساذج يعني ممكن يكون منصف، هو مصطلح غير منصف. أنا أعتقد أنه أورهان باموك اعتمد على ترجمة هي من شيلر، كأنه إله كاتب ألماني. نعم. كأنه مترجم من الألماني للإنجليزي 1795.
بالضبط، اعتقد في مشكله، لانه من الالماني للانجليزي بجوز، من الانجليزي للتركي، يعني الكتاب بالتركي اسمه صاف ذي دشنجلي، يعني حتى يعني اللي مترجم بجوز مترجم على الانجليزي، يعني كلمه صاف بتيجي ساذج وبتيجي بريء بالتركي. دشنجا فكر، دشنجلي صاحب فكر، يعني كأننا بنحكي احنا البريء والمفكر مثلا، ممكن نترجمها مثلا. اوكي، فهو احنا نبتعد عن هذا المصطلح لانه في عليه اشكاليه. هو كل قارئ ناقد، اذا اعطى رايه حكى حبيتها او ما حبيتها وذكر الاسباب ليش حبها، خلاص اصبحت نقد انطباعي. ننتقل لنقطه اخرى اللي هي اصدار الاحكام. طبيعي اصدار الاحكام مرتبط بالنقد الثقافي، في بسموه نقد نسقي، بنقد الكلمات واللغة والحبكة والشخصيات في النص، وفي نقد ثقافي لا، ينقد محتوى أو الثقافة اللي بيعكسها الرواية مثلا، وفي إصدار أحكام. يعني مثلا على سبيل المثال، خلال فترة الاستعمار كان كتاب إنجليز وفرنسيين عن قصد أو عن غير قصد كانوا يكتبوا روايات يسيئوا فيها إلى الشرق بين قوسين، لأنهم هم قسموا العالم إلى قسمين، وهذا قسم تقسيم غير صحيح، يعني شرق وغرب. فكانوا هم الآن ربيوا في مدارس الإمبراطوريات البريطانية أو الفرنسية، كانوا يكتبوا روايات، وكان هاي الروايات ذكر إدوارد سعيد يعني على جزء منها أنها تسيء إلى الشرق وتبرر استعماره، وتبرر استعماره. فهيك إحنا إن نقرأ الرواية ونصدر أحكام عليها، هذا إشي إيجابي مش سلبي، لأنك أنت تفكك مقولات المركزية، المقولات المركزية اللي هي الآتي من الغرب، اللي آتي من المستعمر، اللي بدها تثبت، يعني المستعمر بده يثبت فكرة إنه هو هدول الناس اللي راح يستعمرهم هم ناس غير متحضرين، وهو عنده إشي اسمه civilizing mission، مهمة تحضيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فعندما يأتي القارئ اللي وقع عليه الاستعمار ويقرأ هذا النص ويفككه ويظهر عيوبه، هذا شيء إيجابي بالنسبة للشعوب المحتلة. هلأ نفس الشيء في كتاب مثلا متحيز ضد المرأة مثلا، فعندما يأتي واحد ويقرأ قراءة لرواية نسوية يظهر فيها أنه لا، هنا تم ظلم المرأة 1، 2، 3، 4، وأنه هذا الكاتب متحيز، برضو هذا شيء جيد لأنه رفع ظلم عن جزء من الناس. عندما يأتي مثلا كاتب ويصدر أحكام على رواية مثلا أساءت إلى طبقة العمال أو الفقراء، ممكن يستهزئ فيهم، ممكن راوي يستهزئ بالفقراء ويحطهم بمنظر، يعني كثير في نكت مثلا عن الصعايدي، أو بقول لك فلان من كذا وفلان من كذا، هاي فيها إهانات لفئة معينة من الناس. لما يجي كاتب ويصدر أحكام، هو انتصر لهاي الفئة التي تعرضت للظلم. حتى بالنسبة في تاريخ، يعني في كتب اللي حكينا اللي هي الروايات التاريخية، طيب التاريخ ما هو يكتبه المنتصرون؟ طب هذا التاريخ من وجهة نظر ممكن يكون في رواية كتب الكاتب فيها التاريخ من وجهة نظر الدولة، الرواية الرسمية، طب ما في إشي الدولة ما بتذكره، يعني في إشي متعلق بالأقليات بالمعارضة الدولة ما بتذكرها. فلما يجي واحد وينتقد هذه الرواية ويذكر أنه في أمور تم غض النظر عنها في الرواية وتسليط الأمور، الرواية سلط الضوء على أمور أخرى، هاي إصدار أحكام كلياتها. يعني القصد، خلاصة القول، أنه إصدار أحكام على مثلاً هسه طالع في ديزني تشجيع، وهي الأردن منعتها والإمارات منعتها وأعتقد السعودية، رسوم متحركة جديد يشجع للمثلية. طيب هاي سووا له نقد اللي منعوا، طبيعي هسه موضوع المنع هو نوعا ما مضحك لانه العالم اصبح مفتوح، يعني هي المنع اصبح موقف، يعني اصبح موقف من نص معين، من فيلم، من كتاب، لكن ما بتقدر تمنعي انت في الاخير. لكن هنا برضو نقد، لانه انا اللي منع يرى انه في هذا النص ضرر على المجتمع. فاصدار الاحكام من وجهة النقد الثقافي جيد، إن كان يرفع ظلم وإن كان يرفع ضرر عن المتلقي. وشكرا. شكرا أستاذ. نأخذ أمجاد.
دقيقة واحدة بس. هلا أنا اللي حابب بس في أرد على الأخت اللي حكت عن نجيب محفوظ، هي ما حبت إني حكيت ساذج. أنا أول شيء إحنا بنحكي إنه الكاتب أو كمان برهان ضموق إنه الكاتب هو مزيج من الاثنين. أنا زي ما حكيت الساذج هو اللي بيفيض منه النص، هذا هو النص، الكلمات هذه هي الموهبة اللي صعب نلاقيها عند حدا. الحساس هو اللي بده يشوف كيف القارئ بده يتأثر بالنص. فبالتأكيد إنه كل كاتب لازم يكون إذا إنه بارع الحالة المثالية بده يكون بارع بإنه النص واللي بفيض منه، وبعدين في الإطار اللي عم برسمه هو الحساسية اللي حكينا عنها. هذا هو باعتقادي. أنا حكيت إنه نجيب محفوظ يميل أكثر للحساسية، هذا فهمي، لكن طبعا هو حساس لقارئه وعنده مهندس، هو مهندس في الرواية يعني في أولاد حارتنا المثال اللي ذكرته هو كان حساس جدا لهذا المجتمع اللي لن يقبل برواية موادي عن التاريخ الديني، ويعني وصنع نجيب محفوظ بجرأة غير مسبوقة في التاريخ تاريخ ديني آخر يقوم على الجبلاوي وعرفة وأدهم وأمية، يعني اللي قرأ رواية بيعرف هذه الرموز شو بتمثل في التاريخ الديني تبعنا، وجمعوا تاريخ 5000 سنة تقريبا ب 500 صفحة، وانمنعت الرواية من 1958 حتى 1992 في مصر. الرواية انمنعت وهي أصلا لم تنشر في مصر، نشر عدة مقالات ثم منعت من الأزهر. وبالتالي هو كان حساس نحو قارئه لأنه كان ممكن ما يستعين بالرمز، ولكن نجيب محفوظ استعان بالرمز. هذه طبعا نوع من الحساسية، ولكن أنا كان قصدي النص اللي بيفيض عنه اللي بنلاقيه متسلسل. بتمنى أنه يكون، يعني طبعا هاي وجهة نظر وفهمي للكتاب، بس حبيت أوضح هذا الموضوع. لا وجهة نظر بس بدي أعلق تعليق كتير صغير. هذا خلينا نحكي التضارب بكل واحد كيف شايف كاتب معين، هل إحنا كقراء عندنا القدرة فعلاً إنه نميز إنه هذا الكاتب هو كاتب يميل أكثر للحساسية أو هذا الكاتب يميل أكثر إلى الفكر؟ هل فعلاً عندنا هاي القدرة، ولا ممكن يكون كاتب من كتر الإبداع وما يحسسنا أصلاً إنه هو عم بكتب بهندسة، يعني عماله بكتب بتلقائية فعلاً بس هو عم بهندس كل الإشي اللي عم بكتبه؟ قديش إحنا فعلاً قادرين نميز نوعية الكاتب اللي بين إيدينا؟ طيب سؤال كثير كثير مهم، ويمكن البعض ذكر أنه القارئ ناقد. أنا بعتقد أنه ليس كل قارئ ناقد، في ناقد أكاديمي مؤهل أنه يسوي هذا التمييز، بس إحنا القراء الانطباعيين إحنا لنا الحق أنه نستمتع بالنص أو نشوف. هو النص لما يكون متكامل نستمتع فيه أكثر، هذا بنشوفه بالشعر مثلا، بتلاقي القصيدة الجاهلية لا يعدلها شيء، يعني هي مكتوبة بهدف وغاية، ولكن الاندفاع العربي هذا اللي بيطلع فيها بعتقد انه مؤثر لليوم. يعني هذه القصائد عمرها الاف السنين، ما نعرف تاريخ محدد لها، ولكنها ما زالت تؤثر فينا. بالنسبة لسؤالك بالذات بدي احيل لكتاب يمكن انا بدأت في قراءته ممكن يساعدنا شوي، في كتاب اسمه وهم البدايات عن تاريخ بداية الرواية الأردنية لناقد أردني اسمه فخري صالح، ناقد له اسهامات هائلة جدا مهمة. كتاب وهم البدايات يقول انه او يؤرخ التاريخ الرواية بالأردن برواية عيسى الناعوري، مش حاضر لي اسم الرواية هلا، وهي كتبت في الثلاثينات. وليش بسميها وهم البدايات؟ يعتقد أن عيسى الناعوري كان سارد فقط، يعني سرد لا يحتوي لا يحوي رواية، وحتى يعتبر أنه من المسيء أن تقارن هذه الرواية برواية زينب لمحمد حسين هيكل. زينب اللي كتبت في 1913 واللي تعتبر هي أول رواية عربية ظهر، أوكي؟ فيعني عقدوا بعض الناس مقارنة إنه هاي أول رواية أردنية معناته زي أول رواية مصرية وعربية اللي هي زينب، وهو يعني بيدخلنا بمقارنات إنه رواية عيسى الناعوري، وليس إساءة لعيسى ولكنها كانت سرد لا يرقى لأن يكون رواية. ويبدو إنه عيسى إحنا أمام الشخص اللي عنده الانفعال هذا اللي بيطلع فيه القصص، ولكن ما كان عنده التركيب الروائي اللي بيزرع فيه فلسفة وكذا. عشان هيك برجع بحيلنا مرة أخرى فخري صالح ويقول أن بداية الرواية الأردنية هي برواية الكابوس لأمير الشنار، ورواية أنت منذ الآن لتيسير السبول، ورح يشرح كيف، ورح يشرح لنا أيضا كيف الكتاب اللي بعدهم كل الأسماء اللي بنعرفها سواء إبراهيم نصر الله، جمال ناجي، أسماء أخرى تغيب عني، هاشم غرايبة، تأثروا بمؤنس مؤنس الرزاق، تأثروا بهدول الروايتين اللي هم لأمير الشنار وتيسير السبول. طبعا هذه رؤية ناقد، الناقد هذا صعب نوصل إحنا إذا ما امتلكنا أدوات النقد. إحنا بنضل نقرأ بس كمان لازم نقرأ بالنقد بقراءة عشان نصير يعني أوعى على اللي بيصير. قراءة كتاب مثل أرهام باموق مهمة جدا،
روايتي في رواية عم بيفتح لنا خزائن وبيعطينا كل شيء بيعرفوا عن الرواية. رواية قراءة لتيري إيجلتون بشو اسمه ما الأدب، كتابه ما الأدب طبعا هذا رائع جدا، بياخذنا من المقدمة بيجي مثلا على مقدمة الكتاب موبيديك ماي نيم از اسماعيل، اسمي اسماعيل، بيحكي انه هي اشهر مقدمة في تاريخ الروايات، ورح نبهر في تحليله كيف هذه الكلمتين بتشكل مقدمة لملحمة تجذبنا من اللحظة الأولى. آسف إذا طولت كثير، بس هو أنا بعتقد أن الناقد لازم يكون موجود، وإن كان هلأ في الأدب إحنا طبعاً بنواجه نظريات، نظرية مهمة جداً موت المؤلف، يمكن ذكرتوا أنتوا قبل شوي قديش مسؤولية الكاتب عن ما يكتب، وإذا إحنا رحنا مع صديقنا رولا بارت الناقد المهم بال 65 أو 67 كتب مقالة صغيرة من 8 صفحات يمكن وأثارت العالم حتى الآن عن موت المؤلف، وأنه إحنا نتعامل مع النص لا نتعامل مع المؤلف، وأن المؤلف مجرد ما كتب النص انتهى علاقته فيه، وأصلاً هو النص هو مجموعة تناص، يعني المؤلف هو مركز تجمع ثقافي معرفي وبخرج شيء، فهو مش كله كاتب، هو جمعه وطلع منه وأضاف إله شيء وآخر، يعني هي قصة طويلة. فموت المؤلف هذه كتير مهمة. هلأ فيما بعد في ناقد أمريكي كتب مقال بال 1990 اسمه موت الناقد، يعني هو ماكدونالدز، في موت الناقد بحكي انه الناقد الاكاديمي الان امام توسع القراءه اللي عم بيصير، هو راح يروح امام هذا القارئ الجديد. هل كان ماكدونالدز بطالب هذا الشيء او بيوصف؟ هو بيوصف بس هي مش مطالبه. طبعا كان له كمان تحفظات على النقد الاكاديمي لانه في الجامعات في تحيزات، يعني انا ما بحبش هذا فبكتب فيه مقال نقدي بشطبه، يعني طبعا هذا بنظن، يعني الناقد بالنهايه هو إنسان مش محايد، إنه تحيزاته، بس لازم ننتبه إنه النقد لازم يكون يظل موجود، هو اللي بيقدر يرشد قراءتنا، بعتقد هذا الشيء، وهو طبعاً هي مهمة صعبة جداً ولا تنتهي، بس أنا بعتقد إنه القراءة بالنقد مازال إحنا كثير بنقرأ روايات، لازم كمان نقرأ بالنقد رح يفيدنا كثير لو أقدر. صح، بفهم كيف لازم نقرأ الروايات. لا ابدا، شكرا امجد. ناخذ يعني احنا قربنا نخلص، فخلينا ناخذ سمر وابو يوسف، واذا حدا ضل عنده كلمه اخيره عشان ننهي. سمر تفضلي. مرحبا. بصدد فيما انت ذكرتي انه الكاتب قد ما بيكون عفوي، العفوية بتيجي إنه قد قدرة الكاتب حسب وجهة نظري إنه على رؤية الواقع ويقدر يترجمه بالكتابة، طبعاً مستخدماً فيه الأدوات البلاغية الكتابة، هذا طبعاً بحتاج إنه يكون له مخزون لفظي ونظرة شاعرية للتفاصيل وقدرة إنه يوظفها، فالعفوية إنه التلقائية في الكتابة. هلا هو بيقدر كمان من خلال عرضه للواقع إنه بيقدر يغير، لأنه هو بأحداث القصة والرواية اللي بيكتبها بيفرض واقع تاني بحسب، طبعاً هو بتجسد في شخصيات الرواية كيف طريقة تعاملهم مع هذا الواقع اللي هو اللي بيرى فيه إنه في مشكلة، فهو كيف طريقة تعاملهم مع هذا الوضع، وبهذا بيعطي صورة لأخرى، سواء كان إذا كان تصرفهم سيء أو تصرفهم إيجابي، إذا كانت النهاية يعني إيجابية أو نهاية سلبية، فهذا هون بيعطي طريقة إنه كيف إنه الواحد إنه هو بيقدر يغير الواقع من خلال تغيير الواقع، لأنه هو يعني إحنا ممكن يعني أنا مثلا أشوف في واقع معين أنا ما ألاقي فيه مشكلة عادي، هذا بيمر بسياق حياتي، لكن لما أنا أقرأ رواية بلفت نظر إنه هذا الوضع اللي إحنا عايشين فيه بحتاج لتغيير، فكيف بعرف إنه هذا بده يحتاج لتغيير؟ لأنه هو عرض علينا هذا الواقع بطريقة إنه هو وضحها طلع بطريقة سلبية، هذا الواقع إنه هو مشكلة، وبالعكس ممكن إنه يكون واقع أنا بشوفه سلبي وهو بطلع إنه جيد، فهي هاي وهذا طبعاً قناعته يعني إيمانه الشخصي بإنه هذا الواقع فيه مشكلة، وهذا بيعطيه عفوية وهو إيمانه الشخصي بهذه المشكلة بيعطيه العفوية في الكتابة، طبعاً موظفاً في ذلك اللي هي الكلمات المفردات، قدرة على الوصف والقدرة على لمس مشاعر
قارئ. فهذا تعليق بس. شكرا سمر. ناخذ ابو يوسف، المفروض اخر مداخله، بس اذا حدا عنده زي ما حكينا كلمه اخيره تفضل ابو يوسف. طيب شكرا. وبصير بس احكي كمان لانه احنا في هلا احنا ناقشنا من ضمن النقاش اللي هو اخر شيء بموضوع الكتاب اللي هو عن المحور كمان واهميته، اذا كمان حبيت تتعلق على الموضوع واحنا ناقشنا، بس يعني عشان يكون هيك غطينا كل جوانب الكتاب. تفضل ابو يوسف. شكرا. انا بدي انطلق من العنوان الحقيقه، قصه يعني ما بين التلقائيه والحساسيه. انا اظن انه الكاتب قصد يربط العلاقه ما بين القارئ او الكاتب من جهه والمؤلف من جهه ثانيه، كيف يتعامل مع المؤلف. يعني انا بنظري مساله التقاط الكاتب او القارئ لمضمون أي مؤلف أو أي نص، بمعنى كيف يلتقط القارئ أو الكاتب، وما تنسوا أنه الكاتب أصلاً قارئ، كيف يلتقط الكاتب أو القارئ مشاعر الموجودة في المؤلف أو الأفكار أو القيم أو الظروف البيئية أو اللغة أو الصور الذهنية أو الواقع أو الخيال إلى آخره. هذه محتويات أي مؤلف يعني. فكيف يلتقط القارئ أو الكاتب، يلتقط، كلمة يلتقط هي بنظر المحور الأساسي، كيف يلتقط هذه المحتويات، يلتقطها بها المسطرة الطويلة هاي بين التلقائية والحساسية. هلأ شو يعني بين التلقائية والحساسية؟ هون القارئ أو الكاتب إله خصائصه وإله مواصفاته، فهي هون مسألة مثلاً مسألة نضوج القارئ والكاتب، مسألة التذوق، مسألة وعي، مسألة إسقاطات شخصية، مسألة ظروف شخصية، مسألة تحليل الرمزيات في النص، مسألة تحليل القيم وإطلاق الأحكام. بشكل مختصر وبأنا فهمي البسيط لهذا المؤلف، المؤلف أراد أن يقول مهارة التقاط الكاتب أو القارئ للنص هي الأساس في أي إبداع، من التلقائية إلى الحساسية. التلقائية شيء موجود ومطلوب وله رواده وله سوقه وله من يقرأه، والحساسية مش بالمعنى، أنا مش موافق عليها ككلمة لوحدها، بالإنجليزي بيقولوا sensitive to، يعني price sensitive to market مثلا. الحساسية دائما لازم تكون منسوبة لشيء، يعني لما الكاتب بكتب وهو عامل حساب حساسية القارئ للمادة، بياخد بعين الاعتبار بأنه في حساسية معينة للقارئ في المجتمع الفلاني أو في المستوى الفكري الفلاني أو إلى آخره. قصدت أن أقول أنه الكاتب أراد أن يشرح وبشكل مبسط جدا مهارة التقاط القارئ أو الكاتب لمحتوى النص ما بين التلقائية والحساسية، وكلاهما مطلوب. وشكرا. شكرا ابو يوسف. ناخذ نعمت ونحاول يكون هذا اخر تعليق. تفضلي نعمت. ثانك يو سلمى. بس حبيت احكي مثلا شغله، انه الروايه عشان تكون مثلا اللي يكتب روايه اللي بده يكتب قصه انه يكون في عنده شيء جديد او شيء مميز او شيء خارق، لانه مثلا عشان تكون هناك الروعه يعني، لانه يعني اي مثلا حدا بده يكتب شغلات معروفه او انه هذه شغلات يعني معرفها، شو اللي جاب جديد او شو اللي عمل او بشو ابهرنا مثلا. فانا بتصور انه اي كاتب بدك لازم تكون الفكره اللي تكون جديده، يعني اي شغله احنا نقبل عليها نقراها عشان نشوف إشي جديد، ما بدنا إشي عادي يعني، باستثناء مثلا في قصص حقيقيه هاي الشغلات عادي ممكن انه الواحد يكتبها عشان يعرف. بينما اذا كانت قصه يعني انه لازم يعتمد انه على الخيال شوي، لازم انه يكون او يجي يعني يحط في القصه شيء ابداع، يعني مو شيء عادي ابدا، شيء مميز. ثانك يو. شكرا نعمت. خلينا ناخذ كمان ايفون، مش عارفه مين ايفون. مرحبا. انا بس وجهه نظري هون بخصوص موضوع كيف، انا بس هلا دخلت على موضوع على النقاش وسمعت انه اخر محور كان موضوع عم نحكي كيف تنكتب الروايه. في نقطه كثير مهمه في كتابه الروايه، انه الروايه فعلا لازم، صح زي ما حكى ابو يوسف، تلمس نوعا ما حساسيه الاشخاص او حساسيه المجتمعات او حساسيه الخطوط الحمراء، ولكن بنفس الوقت
فكرة أن تلتقط الخط الأحمر وتدور خلفه وليس أن تلتقط الخط الأحمر وتتجنبه هي الفكرة هون، لأن أنت بتحكي هون عن فعل إبداعي، ما بتحكي هون عن فعل تقني. الفعل التقني إنه أنا شغلتي أكتب روايات، ما في حدا يعني الشخص اللي بيقدم نفسه، أنا برأيي شخصي الشخص اللي بيقدم نفسه إنه شغلته يكتب، أو أنا مهنتي أديب أو مهنتي كاتب أو مهنتي مش عارف شو، هو برأيي اختار أن يكون كاتب من نوع معين، يعني هو كاتب من أجل الماس، من أجل الخاص أنك تبيع، من أجل تعمل مسلسلات أفلام بلا بلا بلا، لكن هو ليس مبدعا، وهي مشكلة هون. النقطة الثانية اقتران الكتابة، واللي حكت عنه هون عماد بالإشي الجديد، الإشي الجديد يعني التجربة المختلفة، اقتران الكتابة بالتجربة. ولذلك مثلا واحدة من النصائح المهمة اللي بيحكوا عنها كثير في كتابة الرواية، أنك لما تكتب أي عمل فني أو أي عمل إبداعي اكتبه وارميه وارجع اقراه بعد 6 شهور. مهم جدا كيف تشوفه بعد ما تكون طلعت من الحاله اللي بتكتب فيها. طبعا غير موضوع التمهيد للكتابه، يعني كمان كثير مهم موضوع، يعني انا بشوف خصوصا من الموجه الجديده تبعت الروايات هاي، تبع كل واحد زهقان صار يكتب روايه، الفكره انك انت بتكتب روايه بمعنى انك بتصوغ بتدخل فيها 4 شخصيات وبيعملوا قصه ما وخلص، ما فيش فكره بناء الشخصيه نفسها وانهاء الشخصيه وقفل الستوري لاين بطريقة معينة، أو حتى إذا اخترت أن تتركه مفتوح، تتركه مفتوح بشكل أنت تستطيع أن تتوقع النهايات، وليس أن تترك النهايات من غير مش من عندك أنت أو خارج الشكل الإبداعي أو الصورة الإبداعية اللي عندك. Thank you. شكرا محمد. يعني أظن ممكن إحنا نحكي كتير بالموضوع، لأنه فعلا كل نقطة إحنا ممكن نأخذها ونستفيد فيها أكتر، بس يعني وقتنا انتهى. شكرا للجميع اللي حضر واللي شارك واللي قرأ، وبتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونكون اضفنا ولو جزء كتير صغير لمعلوماتنا او لنظرتنا الشمولية للأدب وللنقد. شكرا للجميع مرة تانية، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، بننزل لكم تفاصيل الجلسة الجاية القادمة ان شاء الله. الله شكرا لكم، الله يعطيك العافية. شكرا لك، يعطيكم العافية جميعا. شكرا سلمى. اهلا اهلا ابو يوسف.